أول وقبل كل شيء أشكر الرابطة الصحفيين الرياضيين بجهة فاس و على هذا التكريم هذا، وبخصوص السيد الرئيس إدريس العادل وأعضاء المكتب اللي شرفوني بهذا التكريم هذا في اليوم هذا العظيم يوم الجمعة، وخلال دورات رشيد وحسن بن عمور، وكان ضيف شرف اللي هو المسير القيدوم ومسير المحبوب عن فريق المغرب الفاسي ولا هو الحاج سعيد بالخياط. اتمنى التوفيق لجميع المكرمين هذا النهار هذا، وبخصوص صديقي وزميلي سي محمد بن يحيى، تنتمنى له التوفيق وتنقول له من المنبر هذا الف مبروك على الدكتوراه ديالك وشكرا. مبادرة طيبة هذه من الإخوة والزملاء في الرابطة المغربية الصحفية الرياضية في فرع فاس برئاسة زميلنا القيدوم سي إدريس العادل، هذه الالتفاتة الطيبة في حقنا وفي حق مجموعة من الزملاء الصحفيين الرياضيين نظرا لما بذلوه من مجهودات لتطوير منظومة الرياضة العاصمة العلمية لعقود من الزمن. وهذا الحفل كان مناسبة، حضرته مجموعة ديال الفعاليات الرياضية من مسيرين وممارسين وحكام ومدربين وجمهور كذلك مهتم بالشأن الرياضي وإعلاميين، كنشكرهم بزاف على هذا الحضور ديالهم، واللي كنتمنى أنه نوحدوا فيه الصف جميعا من أجل خدمة مصلحة الرياضة بالعاصمة العلمية والعمل على النهوض بها. وكذلك هي مناسبة باش يمكن من خلال هذا اللقاء أنا أستغل هذا المنبر ديالكم باش نلتمس من الفاعلين الرياضيين من أجل التفكير من أجل تأسيس مجلس محلي للرياضة للنهوض بالقطاع الرياضي بالعاصمة العلمية ورد الاعتبار للرياضة الفاسية اللي كتعيش للأسف واحد الوضع متردي ما كيمكنناش نقبلوه. وشكرا جزيلا للمنظمين على هذه المبادرة الطيبة، وشكرا لمنبركم المفقر، والسلام عليكم.